مساء الخير. سو الفيديو ده هتكلم على ضرورة ان احنا نهتم بنعالج سنان اللبنية. في للأسف اهالي كتير قوي عندهم الفكرة انه اعالج سنان اللبنية ليه، ما كده كده السنة دي هتقع. الكلام ده مش مظبوط قوي، لسبب انه في سنان المهمة قوي سبيشلي اخر 3 دروس، خصوصا اخر 3 دروس اللي بيتغيروا بين السن 9 و12 سنة. لو خسرنا اي درس بينهم، اول حاجه لو خلعنا الدرس، اول حاجه الاحساس بتاع الخلع مش احسن حاجه للطفل. تاني لو خلعت الدرس بدري، اللي ممكن يحصل ان الطفل ما يعرفش ياكل، فلو الطفل ما يعرفش ياكل صحته مش هتبقى كويسه. رقم 3، لو سبحان الله احنا لما بنشيل السنان بتبقى حافظ مسافه طبيعيه، فدي السنان 1 2 3. فاللي بيحصل لو انا خلعت اي ضرس بدري قبل مكانه، واللي بيحصل السنان بتتحرك، يجي الضرس الجديد يطلع ما يلاقيش مكان. فاول حاجه هيحصل ان الطفل هيحتاج تقويم بعدين. ثانيا انه ممكن هنضطر نخلع سنه سليمه دايما عشان نخلق مسافه للسنان الجديده. عشان كده بنقول لو خلعنا الضرس لازم نحط حافز مسافه، ما حطيناش حافز مسافه السنان هتتحرك. فدايما يا جماعه نفتكر بليز، كل ما نتاخر في العلاج كل ما الموضوع بيبقى اصعب وكمان بيبقى مكلف اكتر. عشان كده دايما بنقول كل ما تبقى بدري كل ما يبقى احسن. ودايما اهم حاجه دايما بقولها لكم انه الوقايه خير من العلاج. انا سعيد ان انتم شفتوا الفيديو ده. بليز لو عندكم اي اسئله بليز ابعتولي وانا هرد عليكم. شكرا.